أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، الفيديو ده أنا عارف إن الكثير منتظرينه لأنه بيشرح بالتفصيل نظام كولي اللي بيخرج من افتتاحات بيدق الوزير، وبيعتمد الأبيض بهدف لعب النقلة E4 اللي لو استطاع أن يلعبها في الوقت المناسب بتزيد فرصه كثيرا في السيطرة على الدور ومهاجمة الملك الأسود، ولذلك شرحته هنا بالتفصيل. ورغم أن نظام كولي نظام مشهور إلا أن منشئه اللاعب البلجيكي إدغارد كولي ليس بهذه الشهرة، فرغم موهبته واختراعه لمثل هذا النظام الشهير وكان عمره 20 سنة، إلا أن صحته العليلة لم تساعده في الانتشار واللعب في المباريات الكبيرة، ولم يمهله القدر كثيرا حتى غادرنا وعمره 34 سنة، ولكن ترك لنا إرثا لا يفنى وهو نظام كولي. بعض الإهداءات للفيديوهات السابقة: منا بهريم، مهندس جورج جبرايل، عمر، مستر صابر، حمودي العامر، فليبوتير سمير، العراقي قيس شني، وتحياتي للعرب في السويد، صالح الأحمدي، مسلم أنتي فيروس، أحمد شحرور، أحمد محمد، محمد محمد، هتلان فهد، كرار الجبوري، جادو، مستر صابر، عبادي الطيب، مصطفى محمود، سامي الجبوري، أحمد شحرور، مستر صابر، حمودي العامر، بريف هارت، عباس أيدار، محمد الدسري، رشيد أوديبي، أحمد الزامل، منا بهريم، كوكو زبور وربنا يغنيك، فاني فيديو واسمه يوسف، وأخيرا أحمد عبد الرحمن. وإهداءات خاصة لمكين بيطار وحسن سيد وأياكس لافر. ودلوقتي يلا نشوف الدور اللي هيوضح لنا نظام كولي وهيلعبه بنفسه منشئه إدغارد كولي في جنت بلجيكا 1929. إدغارد كولي اللاعب البلجيكي الشهير بيلعب بالأبيض وبدأ بD4، ودي بيعتبرها الكثيرين أفضل نقلة في الشطرنج لأن بدأ الدي يسيطر على مربعات في الوسط وهو في نفس الوقت محمي بالوزير، وده عكس البيدق E4. على أي حال الأبيض لو أتيحت له الفرصة هيلعب فورا النقلة E4 وهيسيطر تماما على الوسط، ولذلك الأسود بيحاول منعه بنقلة زي النايت F6، ودي من النقلات الشهيرة للأسود اللي بتمنع الأبيض من لعب E4. وكذلك هناك النقلة الأخرى وهي F5 وبتمنع الأبيض أيضا من لعب E4، لكن من عيوبها انها بتفتح الوتر المتجه الى الملك. ولكن على اي حال الاسود في هذا الموقف اختار ان يكمل بالنقلة D5، ودي ايضا نقلة جيدة للغاية،
ولها نفس مزايا النقلة D4، وأيضا تمنع الأبيض من لعب النقلة E4، والأبيض كمل نايت F3 بيعبق الحصان وبيمنع الأسود من لعب E5، والأسود كمل بنايت F6 ونقل التعبئة أخرى في موقع متميز، وفي نفس الوقت بيتسيطر على المربع E4. وهنا الأبيض لعب E3. بالنقلة دي الأبيض بيفصح عن نيته لتبني نظام كولي في هذا الدور. النقلة دي من عيوبها انها بتغلق الطريق على فيل المربعات السوداء، لكن في نفس الوقت بتفتح الطريق لفيل المربعات البيضاء. وربما الكثيرين يعتقدوا ان النقلة E3 بتلعب لتدعيم بيضة D4، ولكن ده ليس هو السبب الرئيسي، لان الابيض لو اتيحت له الفرصة يريد اقامة نظام كولي اللي بيبدأ بالنقلة بيشوب D3، والنقلة دي بتدعم البيدق في التقدم الى المربع E4، وايضا بيكمل بنايت BD2، والحصان ايضا بيدعم النقلة E4، وبالطبع الاسود بيلعب نقلات تضاد هذه النقلة، والابيض بيستمر بكسل والرخ في طريقه للمربع E1 لتدعيم تقدم البيدق الى المربع E4، وربما الابيض يلعب النقلة C3، وهذه النقلة لتدعيم بيضة D4 وإتاحة الفرصة لبيضة E لترك موقعه والتقدم إلى المربع E4، وإذا احتاج الأمر بيلعب روك E1، وكذلك ربما يلعب كوين C2. وبنصل إلى الموقف المثالي لنظام كولي، وكل هذه التجهيزات من أجل أن يلعب الأبيض النقلة E4 التي إذا لعبها بنجاح هتنفجر في وجه الاسود وربما تدمره. والان وقد علمنا خطة الابيض المستقبلية، لابد للاسود من اللعب بشراسة وفاعلية بنقلات مثل بيشوب F5 بتعبئة الفيل، وفي نفس الوقت بيمنع الابيض من لعب E4، او ربما النقلة الافضل وهي C5، ودي النقلة اللي بيسعى لها الاسود في كل افتتاحيات بيضة الوزير، وبنسميها النقلة المحررة، وبيها الاسود بيهاجم الوسط الابيض، وفي نفس الوقت بيفتح وتر هام للوزير للالتحاق باللعب. ولكن الاسود لم يلعب اي من النقلتين وكمل بالنقلة الضعيفة E6. النقلة دي بالطبع نقلة ملعوبة ولكنها ليست نشيطة، فهي بتفتح الطريق لتعبئة فيل المربعات السوداء، ولكنها بتغلق طريق تعبئة فيل المربعات البيضاء، ولذلك تسمى هذه النقلة بالنقلة السلبية التي لا تعارض خطط الأبيض اللي استمر في لعب البيشوب D3. والأسود أخيرا لعب النقلة المنقذة C5 بيهاجم الوسط وبيفتح الوتر للوزير، وفي نفس الوقت بيهدد بلعب C4، والفيل لابد أن يتراجع عن الوتر الهام، ولذلك الابيض رد ببساطة C3 ضمن خطة الابيض في نظام كولي، وفي نفس الوقت بيفتح مربع هروب للفيل ومازال على نفس الوتر الهام لو الاسود لعب C4. وكذلك هذه النقلة لها فائدة اخرى، وهي في حالة اذا الاسود لعب C takes D4. قبل لعب هذه النقلة كان الابيض مضطر ان ياخد ببيضة الاي، وبذلك يتخلى عن حلمه بلعب E4، لكن في حالة وجود C3 ممكن ياخد ببيضة C وما زال يأمل في لعب E4. والاسود كمل بنايت C6، ودي ايضا نقلة جيدة، بيعبق الحصان والحصان بيهاجم الوسط ومربع D4، والابيض بيكمل في خطته بنايت D2، ورغم ان الحصان تخلى عن المربع المفضل وفي نفس الوقت بيعرقل تعبئة الوزير والفيل، لكن وجوده على هذا المربع مؤقت لانه بيدعم لعب الفكرة الرئيسية بلعب E4. والاسود رد ببيشوب E7 وبيعبق الفيل في موقع دفاعي وبيهيئ الملك للتبييت، والابيض ايضا كمل كسل والرخ في طريقه للمربع E1 لتدعيم لعب E4. وهنا الاسود لعب خطأه الاول والاخير في الدور وكمل C4. النقلة دي ربما تكون نقلة كارثية، وتدل على ان الاسود غير مدرك تماما لاستراتيجية الدور،
لأن هذه النقلة بتغلق الوسط، وقبل هذه النقلة كان هناك توتر شديد في الوسط، فالأسود بيهدد بالأخذ على المربع D4، وكذلك الأبيض بيهدد بالأخذ على المربع C5 وهكذا، وده بنسميه التوتر في الوسط. لكن بعد C5 أصبح الوسط مغلق وتم إزالة كل التوتر فيه، وربما هناك الكثير من المشاهدين اللي تابعوا سلسلة أسلوبي لنيمزوفيتش واللي قال فيها إن لا يمكن لأحد اللاعبين الهجوم في الأجنحة قبل إغلاق الوسط، وهنا الأسود تبرع بإغلاق الوسط وحيعطي الفرصة للأبيض اللي متجهة كل قطعة ناحية جناح الملك في الهجوم، وحيكون هجوم حاسم وقصير. على أي حال الأبيض تراجع بالفيل إلى المربع C2 ومازال محافظ على اتجاهه على الوتر، والأسود كمل B5 بيحاول يعمل هجوم مضاد في جناح الوزير، وأيضا هيعبأ الفيل عن طريق الفيونكة، ولكن ربما كل هذه الأفكار متأخرة قليلا، لأن الأبيض بدأ الألعاب النارية بالنقلة المنتظرة E4، ودي هي النقلة المفتاح، أو كأنما الأبيض ضغط على الزناد لكي تنطلق القذائف على الأسود اللي مضطر إن يلعب D takes E4، والأبيض أخذ بالحصان. ودلوقتي وبعد نجاح الأبيض في لعب E4 قطته أصبحت لعب الكوين E2 اللي بيليها بروك E1 ثم يلعب بيشوب G5 أو بيشوب F4 ويليها بالنقلة روك AG1، وتصبح جميع القطع البيضاء مستعدة للهجوم سواء في الوسط أو في جناح الملك، ودور الأبيض جيد للغاية. على أي حال أفضل خطة للأسود هو لعب النقلة كوين C7 وتعبئة الوزير ويليها ببيشوب B7 ثم روك G8 ويحاول يواجه خطة الأبيض المستقبلية، لكن الأسود لم يلعب الكوين C7 إنما لعب نقلة سيئة وهي كسر. وهنا تبييت الأسود بعد نقلة C5 يعتبر خطأ فادح وحيدفع ثمنه الأسود قريبا، والأبيض بدأ بهدوء إعداد قواته بكوين E2، ودلوقتي الأبيض له تهديد خطير بنايت تيكس F6 تشيك بيشوب تيكس F6، الأبيض هيلعب كوين E4 طالب تشيك ميت وطالب الحصان ويفوز بقطعة ويفوز بالدور. على أي حال الأسود له النقلة ولعب بيشوب B7 وبيحمي الحصان، والأبيض كمل في نقلته القوية بنايت FG5. بالنقلة دي الأبيض بيصوب مباشرة على المربع H7، وفي نفس الوقت الفيل بيصوب بطريقة غير مباشرة على نفس المربع، والأبيض حاليا بيهدد بنايت تيكس F6 تشيك وبيفتح الوتر أمام الفيل، وبعد بيشوب F6 الأبيض بيفوز ببيشوب تيكس H تشيك كينج H8، وهنا الأبيض بيلعب كوين H5 وبيهدد بسحب الفيل وتشيك للملك واللي تشيك ميت في الطريق. ودلوقتي الأسود لازم يدافع، ولو دافع بالأخذ على المربع E4 الأبيض هياخد بالوزير طالب تشيك ميت، والأسود مضطر إن يلعب النقلة المضعفة G6، وهنا الأبيض له طريقتين للفوز، إما التضحية على المربع E6 أو لعب الكوين H4 والهجوم المباشر على المربع H7، ودفاعات الأسود لن تصمد. ولذلك في الموقف ده الأسود مضطر للعب H6 وطرد الحصان رغم إن هذه النقلة بتضعف جناح الملك، وهنا كولي كثف هجومه بالنقلة نايت تيكس F6 تشيك. وبالطبع الأسود لو أخذ ببدء الجي هتكون نقلة سيئة، لأن الأبيض هيلعب ببساطة نايت تيكس E6 بشوكة للرخ والوزير، والأبيض هيفوز ماديا لأن الأسود لا يستطيع أخذ الحصان وإلا كوين G4 تشيك، والملك لو ذهب للمربع F7 هيتلقى التشيك ميت فورا بكوين G6 تشيك ميت، ولذلك لا يوجد غير ال H8، والأبيض بيكمل بكوين G6 طالب تشيك ميت، والدفاع الوحيد هو ال F5، وهنا الأبيض بيلعب كوين H6 تشيك كينج G8 كوين تيكس E6 تشيك
كينج اتش 8 والضربة القاضية بتجيء بعد بيشوب تيكس اف 5 طالب كوين اتش 6 تشيك واللي تشيك ميت في الطريق والاسود ليس لديه اي دفاع ناجح. اذا الاسود لا يستطيع الاخذ ببدأ الجي ومضطر ان ياخد بالفيل والابيض كمل كوين اي 4 طالب تشيك ميت والاسود رد بالنقلة الضعيفة جي 6 وبكده اصبح موقف الملك حرج للغاية وبدأ الاف 7 اصبح مثقل بالاعباء فهو بيحمي بيدق الجي 6 وكذلك بيحمي بيدق الاي 6. عاوز اقول ان بعض الهواة ممكن ان يخدعهم الموقف ويعتقدوا ان موقف سهل ويقوم بتضحية منطقية ولكنها عشوائية بنايت تيكس اف 7 والبيادة اصبحت غير محمية. لكن بعد روك تيكس اف 7 الابيض ممكن يكمل بكوين جي 6 تشيك وهنا بتجيء نقلة الاسود القوية بروك جي 7 طالب الوزير وفي نفس الوقت بيصوب على المربع جي 2 وافضل نقلة الابيض هي كوين اتش 6 وهنا الاسود بيفوز بالنقلة نايت تيكس جي 6 طالب ياخد بتشيك وتشيك ميت على المربع جي 2 وفي نفس الوقت طالب الفيل والاسود حيفوز في كل التفريعات وحينقلب الموقف من فوز مضمون للابيض الى فوز مؤزر للاسود. ولذلك يجب على اللاعبين ان يراعوا دائما التفكير المنظم قبل ان يقوموا باي تضحية وكولي قام بالتضحية الصحيحة وهي نايت تيكس اي 6 بشوكة للرخ والوزير والاسود مضطر ان ياخد بالبيدق وهنا كولي انهى الدور بتكوينة رائعة بدأت بكوين تيكس جي 6 تشيك بيشوب جي 7 ودلوقتي الابيض يستطيع انهاء الدور باكتر من طريقة سواء الاخذ على المربع اتش 6 بالفيل طالب الفيل المربوط او الاخذ على المربع اي 6 بكش ولكن فضل طريقة ثالثة بكوين اتش 7 تشيك كينج اف 7 وهنا لابد ان ننبه لعدم التهور لان نقلة زي البيشوب تيكس اتش 6 ربما تبدو نقلة جيدة لانها بتصوب على الفيل المربوط لكن هنا الاسود هيسترد انفاسه بكوين اف 6 والوزير بيدافع جيدا عن الملك والفيل وكذلك له التهديد الخطير بروك اتش 8 والاسود ربما يفوز في النهاية ولذلك لا يجب التهور في اي مرحلة من المراحل وكولي كمل ببساطة بيشوف جي 6 تشيك والملك لا يستطيع الابتعاد عن حماية الفيل والا الوزير هياخده ويلي ايضا باخذ الفيل الاخر ولذلك الاسود مضطر للعب الكينج اف 6 ليظل حامي للفيل وهنا الابيض لعب احد اللمسات الرائعة اذا وصلت لها لك اهداء بيشوب اتش 5 الابيض بيهدد بكوين جي 6 تشيك والملك مضطر للابتعاد عن حماية الفيل كينج اي 7 كوين جي 7 تشيك والملك لابد ان يتحرك وبيسقط الفيل الاخر والابيض بيفوز ولذلك في الموقف ده الدفاع الوحيد هو النايت اي 7 وبيمنع الوزير من الذهاب للمربع جي 6 وكوني كسف من هجومه ببيشوب تيكس اتش 6 طالب ياخد الفيل بتشيك والابيض هيفوز والاسود لا يستطيع الاخذ على المربع اتش 6 لان الابيض هيفوز بعد كوين اتش 6 تشيك كينج اف 5 وهنا هتجي اللمسة الساحرة اذا وصلت لها لك اهداء بروك اي 1 والابيض طالب المات بطريقتين اما روك اي 5 تشيك ميت او ربما جي 4 تشيك ميت والاسود ليس لديه دفاع كافي ولذلك الاسود لا يستطيع الاخذ وكمل بالنقلة الدفاعية روك جي 8 وكولي انهى الدور بلمسة اخرى ساحرة اذا وصلت لها لك اهداء اتش 4 طالب بيشوب جي 5 تشيك ميت والاسود ليس لديه دفاع كافي لانه لو اخد على المربع اتش 6 هيتلقى التشيك ميت بكوين اف 7 تشيك ميت بينما لو دافع سلبيا بالنقلة اي 5 وبينتج مربع هروب للملك الابيض هيفوز بطريقة جميلة ببيشوب جي 7 تشيك روك جي 7
وهنا الابيض هيضع لمسته بدي تيكس اي 5 والملك مضطر اما لاخذ البيضة او الابتعاد، وفي الحالتين الابيض هياخد الرخ ويفوز، ولذلك في الموقف ده الاسود سلم. الحقيقة دور جميل وتعليمي من النقلة الاولى وحتى النقلة الاخيرة، وخاصة الطريقة الساحرة اللي انهى بيها كولي الدور. تحية الى ادجار كولي اللاعب القوي والذي خلد اسمه في التاريخ بنظام كولي. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.